بموكب جنائزي مهيب شيع آلاف الفلسطينيين الأسير ميسر أبو حمدية في مسقط رأسه مدينة الخليل بالضفة الغربية، مشهد أعاد إلى الأذهان سنوات الانتفاضة الثانية، إطلاق رصاص في الهواء وهتافات من حناجر غاضبة تدعو إلى الانتقام، فسرها البعض هنا بانطلاق هبة قد تشكل عنوان المواجهة القادمة مع إسرائيل. فقط جماهير شعبنا بلغة الشعب الفلسطيني المعهودة بنزوله إلى الشوارع بمقاومته الشعبية الواضحة هي لغة الإنجاز الفلسطيني، وستكون هذه المرة وبشكل واضح رسالة من كل الحالة الفتحوية بكل أطرها. المشيعون لم يكتفوا بتحميل إسرائيل مسؤولية وفاة أبو حمدية، بل طالبوا بإجراءات رادعة تحمي أسرى آخرين من مواجهة المصير ذاته. الرئيس أبو مازن أعطى فرصة لذلك بالنسبة للإدارة الأمريكية، ولكن أعتقد بعد استشهاد ميسرة والشهداء اليوم في عنبتة وما يجري مع سامر العساوي وغيره، يجب أن يعاد النظر في هذه المدة التي تم الحديث عنها والتوجه فورا إلى محكمة الجنايات الدولية. هنا وسط مدينة الخليل اندلعت مواجهة عنيفة بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، أصيب خلالها عدد من الشبان بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز، فهذه المنطقة لم تهدأ منذ 3 أيام، مثلها مثل مناطق فلسطينية أخرى اشتعلت مع ورود نبأ وفاة أبو حمدية في سجون إسرائيل. تحذيرات إسرائيل وحديث السياسة لاحتواء الموقف لم تطفئ غضبة الشارع الفلسطيني لنصرة الأسرى بعد قضية الأسير أبو حمدية. مواجهات وإن لم تبدو بملامح انتفاضات سابقة، إلا أنها شرارات أشعلت الشارع الفلسطيني نحو مواجهة غير معروفة المصير. فراس لطفي، سكاي نيوز عربية، من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.